السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي أحمد حسام، طالب علوم صحية في أكاديمية بدر، قسم معامل ومختبرات بالفرقة الثالثة. هنتكلم مع بعض دلوقتي عن الكواليتي أو الجودة. أول حاجة دلوقتي، يعني هو أصلا يعني إيه جودة؟ ببساطة خالص الكونسيبت بتاعها إيه؟ Doing the work with perfection required an accepted standard. أنا دلوقتي لو أنا في مكان ما أو شغال على منتج معين، لو أنا اشتغلت عليه بأداء او باتقان وليه معايير قدرت ان انا اطبقها بشكل سليم، كده انا وصلت بالمنتج ده الى افضل صوره. طيب بعد كده اهتم بايه؟ اهتم بان انا احسن من المنتج ده. For continuous improvement to reach the place to work. انا دلوقتي لو اهتميت بعمليه اسمها عمليه التحسين المستمر، انا كل شويه كل خطوه انا بعملها ببقى عايزها تبقى افضل من الخطوه اللي قبليها. ده حاجه اسمها تحسين مستمر. انا كده وصلت للحاجه اللي انا موجود فيها او الحاجه اللي انا شغال عليها الى افضل صوره، وده المطلوب مننا او ده معنى الجوده. قال لك ببساطه خالص quality is a matching standard and conveying customer needs. لو انا دلوقتي طبقت المعايير وغطيت احتياج العميل، انا كده وصلت لافضل صوره وافضل مرحله من مراحل الجوده. اصلا ليه جوده اساسا او ايه اهميتها؟ يقول لك هي بتطور من المهارات القياديه او الاداريه. بمعنى ايه؟ انا دلوقتي لو انا حسنت من الجوده وان انا طبقت او حطيت معايير، انا دلوقتي مكان ما شغالين فيه ليه شروط ومعايير، لو طبقناها انا دلوقتي كده هوصل لجوده كويسه. Developing leadership and management skills. دي كانت اول حاجه. تاني حاجه واهم حاجه طبعا increase work and production، ان انا ازود العمل نفسه او ازود الانتاج عموما. انا لما ازود العمل والانتاج فدي جوده، يبقى انا عندي كل حاجه متاحه. والاهم من ده ان البرودكشن امبروفمنت، ان انا الحاجه اللي انتجتها دي تكون كويسه. تحسين المنتج نفسه، ان انا دي عمليه مهمه ان انا اكون بحسن في المنتج. فبالتالي لما انا احسن فيه وازود فيه، انا كده بقلل من الخساره، reduce wasting or lose، اقلل من الخساره او الفقد او اي هدر عندي. وكل ده لو طبقته هيبقى انا كده وصلت لمرحله كويسه من مراحل الجوده. ايه البرنسبلز بتاعت الجوده عموما؟ قال لك هو انا دلوقتي لو عملناها خطوات مع بعض، اول حاجه ان انا لازم اركز فوكس، لازم اركز على معرفه الاحتياجات او التوقعات بتاعت المستفيدين. يعني ايه؟ انا دلوقتي عندي حاجه شغال عليها، لازم وانا شغال عليها اتوقع فيما جاي المستقبل هيعوز مني ايه؟ ايه اللي هحتاجه بعد كده؟ ويكون موجود ويكون اعمل على ان انا اشتغل ان انا احسنها واشتغل عليها. انا دلوقتي معايا حاجه عايز احسنها، فبالتالي ان انا اكون عندي رؤيه للمستقبل بحيث لما اخلصها اكون موائم للعصر الحالي اللي انا فيه. تاني حاجه لازم اخد القرارات بصوره موضوعيه حقيقيه، كل شيء سليم ماشي او جاي مترتب على قرار سليم. انا دلوقتي لو قررت على بناء على حقائق وتحليل بيانات وحقائق، انا دلوقتي هشتغل بصوره سليم، وهو ده المطلوب في الجوده. كمان ان انا احفز اللي شغالين او العاملين في المجال ده او اللي انا بتكلم فيه ده، تحفيز العاملين على تحمل المسؤوليه. دلوقتي انا دلوقتي اديتك الثقه، وبالتالي حبيتك في الحاجه اللي انت شغال فيها، فبالتالي هتشتغل عليها كويس جدا، هتطبق عليها المعايير، فبالتالي انا وصلت للجوده اللي انا عايزها. انا دلوقتي وبعدين كمان ما انا لازم احدد معايير الجوده. انا ازاي؟ اللي هو انا دلوقتي عندي حاجه عايز اشتغل عليها صح، يبقى احدد ايه المعايير او ايه الشروط اللي هشتغل بيها عشان اكمل عليها صح. تمام. واخر حاجه طبعا لازم اتاكد ان التحسين المستمر دي عمليه مستمره زي ما قلنا قبل كده. ده طبعا كانت البرنسبلز بتاعت الجوده. لو على مر العصور كانت الجودة مرت بعدة مراحل من الأقدم للأحدث كده مع بعض. الانسبكشن فيز أو مرحلة التفتيش. مرحلة التفتيش دي كانت مرحلة ببساطة كده، كان عامل واقف على المنتجات بيفرز المنتج الكويس، يعدي المنتج اللي فيه غلطات لا بلاش منه. ودي كانت مرحلة بدائية خالص من أول مراحل الجودة. تاني مرحلة وهي اللي بدأت ان الجودة تظهر فيها هي الكواليتي كنترول، لان في المرحلة دي بدأ دخول الاساليب الاحصائية وان انا استخدم الادوات الجودة بشكل سليم.
وطبعا ان انا لما استخدم في حاجه اسمها خرائط ضبط الجوده، دخلت في هذه المرحله، مرحله الكواليتي كنترول، دخل فيها خرائط ضبط الجوده، وان اللي بيميز المرحله دي او بيميز طريقه خرائط ضبط الجوده ان انا بكشف كل العيوب وبعمل على اصلاحها. انا دلوقتي عندي عيوب، فانا كده عرفتها. انا اول حاجه ان انا ازاي اعرف العيوب، بعد كده عرفتها ابدا بقى على ايه؟ على تحسينها. دي كانت الكواليتي كنترول. طيب تالت مرحله معانا وهي مرحله تاكيد الجوده. مرحله تاكيد الجوده دي هي يعني لو ترجمه حرفيا كده احنا بنعمل ايه؟ عمليات واجراءات. احنا بنعمل عمليات واجراءات علشان اضمن واتاكد ان المنتجات هتطلع سليمه. انا دلوقتي خلاص ما بقاش فيه غلطات، فانا همشي بشكل سليم عشان المنتج يطلع بشكل سليم. لازم اتاكد ان في نهايه العمليه لا المنتج تمام. وكمان هنا ايه، من المرحله دي ظهرت مواصفات الايزو، ايزو 9001 اللي هنتكلم عنها، وهي مواصفات عالميه. دي مواصفه عالميه لنظام اداره الجوده، حاجه مهمه جدا اقدر اطبقها علشان اوصل لايه، لكواليتي توب. اوكي، توتال كواليتي مانجمنت دي اخر مرحله واحدث مرحله دلوقتي، هي اداره الجوده الشامله. ودي مرحله بتكون فيها ايه، بتكون القياده والاداره العليا هي اللي بتقود المنظمه. بس من اهم من ان انا بكون عندي قائد، ان مشاركه العاملين من اصغر، يعني من اصغر حتى اصغر عامل، ان انا اشاركه اي يعني كل المسؤولين سواء من المسؤول الاكبر للمسؤول الاصغر، يجب ان يكون على قدر من الوعي يعني ايه جوده. حتى لو عامل نظافه موجود في المكان ده لازم يعرف يعني ايه جوده، حتى لو بصوره بسيطه، بس لازم يعرف يعني ايه جوده. هي دي اللي كانت عايزه توضحه المرحله الاخيره، توتال كواليتي مانجمنت. في حاجه اسمها الكواليتي رينجز، الحلقات الجوده. حلقات الجوده قال لك هي مجموعات من العمل التطوعي. يعني ايه؟ انا دلوقتي عندي مشكله عايز اناقش حلها، فاحنا هنجمع بعض، يا جماعه في مشكله وعايزين نحلها، عايزين نوجد حل ليها. طيب ممكن ان انا الخص حلقات الجوده دي، لان مصطلح يبقى الاداره التشاركيه، تطوعي تشاركي. بس منها عجله بيدك، يعني نتكلم عليها كمان شويه. طيب ايه الغرض منها اصلا، عجله بيدك او حلقات الجوده عموما؟ ان انا اشارك جميع الاراء من جميع افراد العمل، من كبير لصغير، سواء كان مدير او حتى عامل نظافه زي ما اتكلمنا من شويه، عشان احل مشكله. ان انا دلوقتي بقى عندي مشكله عايزين نتناقش في حلها، وان انا اوجد المشكله دي اول حاجه من مراحل الجوده. طيب بعد كده اعمل على ان انا ابتكر حل ليها، دي ثاني مرحله ابدا احل فيها، دي المرحله الاخيره، وفعلا ان انا خلاص حلتها خلاص تمام. من ضمنها عجله بيدكا، ودي من اهم حلقات الجوده. طيب يعني ايه بيدكا اصلا عموما؟ بيدكا هي اختصار بي دي سي اي، بي اختصار بلين، ان انا اخطط اعرف فين المشكله. دي اختصار دو، انا عرفت فين المشكله ابدا بقى في تنفيذ حل ليها. سي شيك، اتاكد ان انا ماشي صح، ما انا لو مش ماشي صح هرجع اعيد العجله من الاول، يبقى انا كده اكتشفت المشكله الغلط، فهرجع تاني من بلين. ايه اكت، قم بالاجراء المناسب وانهي على كده. طيب مرحلة من دول ما مشيتش صح، أو مرحلة من دول اكتشفت إن إحنا ماشيين غلط، نرجع نعيد العجلة من أولها. لكن 4 مراحل عجلة بيدكا تمت صح، أنا كده وصلت لأعلى مرحلة من مراحل الجودة. لو هنتكلم بقى على نشأة عجلة بيدكا دي، مين أو من إمتى؟ عجلة بيدكا دي كانت من سنة 1939 على يد العالم الفيزيائي وولتر شيوارت. العالم ده نتكلم عليه كمان شوية مع العلماء أو عظماء الجودة. طيب طورها أو عمل على تحسينها العالم ديمل. العالم ده عاد صياغتها سنة 1950 في اليابان، ومن هنا بدأت تنتشر عجلة بيدكا، وبدأ الناس تعرف يعني إيه عجلة بيدكا ويعني إيه جودة. مسميات عجلة بيدكا، بي دي سي إيه زي ما إحنا قلنا، وممكن نستبدل السي باس، وهنا الاس مكان السي التشيك بقت ستادي، يعني ان انا ادرس المشكله، وهي هي يعني هي كلها اسامي واحده.
او اتسمت على ديمينج سايكلز نسبه طبعا للعالم ديمينج اللي هو اعاد صياغتها 1950. طيب لو انا بقى عجله بيديكا هي لحد دلوقتي هي الوسيله الاساسيه في اي عمليه تحسين في اي منظمه او شركه، اي شركه او اي منظمه عايزه تحسن او تطلع بالمكانه بتاعتها وتوصل لاعلى ليفل من مراحل الجوده تطبق عجله بيديكا. بلان دو تشيك اكت، اي مرحله من المراحل دي طلع فيها خطا نعيد من الاول لحد ما نوصل لافضل صوره، وهو ده اللي بتدعو ليه الجوده. طيب فين بيطبق الجوده؟ طيب احنا دلوقتي من خلال معرفتنا عن الجوده في مكان واحد ما ينفعش يتطبق فيه الجوده؟ لا، ولا مكان، اي مكان لازم يتطبق فيه الجوده. كل الاماكن، كل الشركات، كل المنظمات، كل اي مكان فيه عمل، فيه منتج، فيه اي حاجه لازم اشتغل فيه بنظام الجوده، ولازم احط معايير وشروط. منها مثلا الشركات، المستشفيات، معامل التحاليل ومراكز الاشعه، الصيدليات وغيرها كتير. دلوقتي عايزين بقى نتكلم زي ما قلنا مع بعض عن علماء الجودة، اللي أنا بقى يعني عظماء الجودة. أول عالم هو عالم وورتر شاورد. العالم ده هو مهندس أمريكي، ده أول واحد جمع ما بين الهندسة والإحصاء والاقتصاد. العالم ده أطلق عليه لقب أبو الضبط الإحصائي للجودة في أمريكا، وده أول واحد بدأت عجلة التحسين أو دورة التحسين المستمر اللي هي عجلة بيديكا. طيب كان في عامل تاني، عالم تاني اتكلمنا عليه مع بعض اللي هو ديمينج، إدوارد ديمينج، ده اللي أعاد صياغة عجلة بيديكا. ده برضو أمريكاني، هو مهندس أمريكي برضو، ده الأكثر شهرة في مجال الجودة في أمريكا، وهو اللي حسن وطور من عجلة بيديكا. يعني هنفترض ان التطوير ده هو اللي شهر الجوده اصلا، هو شهر العجله دي في العالم كله بعد ما هو نشرها في اليابان، وبناء عليه اليابان كرمته، عملت له تكريم باسمه هو، يعني جايزه باسمه هو، ديمينج برايز، تقديرا لمجهوداته في مجال الجوده وعجله بيديكا. تالت عامل مع بعض هو عالم اسمه جوران. العالم ده بدأ في امريكا برضو زي العالم ديمينج وانتقل لليابان، نفس القصه بتاعت العالم ديمينج بالظبط. هو اول من، بص، العالم جوران ده هو دخل مبدا اسمه مبدا باريتو في الجوده. المبدا ده هو اصلا كان على يد عالم اقتصاد، والمبدا عمل ثلاثيه جوران. ثلاثيه جوران دي اللي هو ايه؟ المبدا بيتكلم عن ايه؟ ان اول حاجه عايز اتكلم في ان الكواليتي كنترول هو نفس كل الكلام هنا كله عن ايه؟ عن عجله بيديكا، كله عن بيتكلم عن عجله بيديكا بس بمصطلحات مختلفه، يعني كواليتي كنترول والكواليتي بلان والكواليتي امبروفمنت. اتحكم او ادور على مشكله، بعدين اخطط لها ان انا ادور لها على حل، بعدين اعمل على تحسين المشكله. كله في دايره واحده. كده خلصنا العالم جورام. طيب العالم اللي جاي هو العالم فيليب كروسبي. العالم ده هو اول من اهتم بحاجه مهمه جدا جدا جدا، وهي زيرو ديفكت او صفر عيوب. قال لك مفيش عيوب، ما ينفعش يبقى فيه عيب واحد، لو فيه عيب واحد ولو لا يذكر كده انت ما طبقتش معايير الجوده، يبقى ارجع تاني لعجله بيديك. واخر عالم او قبل الاخير، العالم تاجوشي. العالم تاجوشي ده هو اول من اهتم بالنظام لتصميم المنتجات في الجوده. قال لك انا هعمل نظام احط فيه معايير وتنظيمات، لو مشينا عليه، يعني حاجه شبه عجله بيديكا، انا هعمل نظام نمشي عليه كده احنا هنوصل لافضل مرحله من مراحل الجوده. اخر عالم مع بعض طبعا وليس اخيرا هو العالم ايشكاوا. ايشيكاوا، سوري، ايشيكاوا. العالم ده هو عالم ياباني طبعا، باين من اسمه، ده غير ان هو اول من اهتم بمنحنى اسمه منحنى السبب والتأثير. قال لك مفيش مشكلة من غير سبب، ومفيش مشكلة ملهاش تأثير، يبقى انا اعرف السبب عشان احله
وعلى قدر تأثيرها أقدر إن أنا أحلها. أنا دلوقتي عندي مشكلة كبيرة، يبقى لازم فورا أحلها. طب لو مشكلة صغيرة فورا برضو. هو ما بيقول لك زيرو ديفكت، على رأي العالم فيليب كروسبي، قال لك مش عايزين خطأ واحد. ده كان الجزء الأول أو نبذة مختصرة خالص عن الجودة وعلمائها، وهنكمل الجودة مع بعض أكيد في فيديوهات تانية. بس أنا طبعا مسك الختام، أنا عايز أختم بعالم وهو أول من دعا للجودة من أكتر من 1400 سنة، وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه وسلموا تسليما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وإنت لو أتقنت العمل فأنت كده وصلت لأحلى أعلى مرحلة من مراحل الجودة. كان معكم أحمد حسام، وأشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.